18/12/2012 حلب، إحدى النقاط الطبية في مدينة حلب. حسبنا الله. توفيت هذه الطفلة بسبب قلة الحليب وبسبب سوء التغذية، حتى أن أهلها لاقوا صعوبات كثيرة بسبب عدم وجود أطباء بعدد كافي، أخصائي أطفال، لا يوجد أطباء، لا يوجد أخصائي أطفال ولا مشافي أطفال، كانت بحاجة إلى مشفى أطفال. وأنت تعرف أن حسبنا الله مرض التجفاف بسبب سوء التغذية. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. تعلم أن معظم النقاط الطبية لا تستقبل الأطفال سوى معينات بسيطة، ليس لدينا إمكانيات لمنامة الأطفال. حسبنا الله ونعم الوكيل.